كاف حكمت على بالفوز ديال نادي بركان 3-0 لانه ما بغاش يلعب معنا وحنا فوفي يعني كتستحق بركان 3 بوان والروتور ان شاء الله الا بغاو يلعبوا معنا الروتور مرحبا غادي نستضيفهم ونستقبلهم احسن استقبال ونلعبوا معهم كوره لو ميور كي كاع شفنا قالوا لك بلي الروتور غيكون في الوقت ديالو شنو بان لك فهادشي مرحبا يكون في الوقت ديالو حنا راه التيران موجود الجمهور موجود حنا بلاد مضيافين مكرامين نلعبوا معهم كوره وغادي نبعدوا على السياسه حنا كنعرفوا الشكل رسالة باش تقول نهضة بركان قبل تموت نهضة بركان هما اللي باقيين تيبطلوا المغرب في مباراة افريقيا ان شاء الله غادي يجيبوا اللقب ان شاء الله وهاني ان شاء الله نمشيو للفينال ان شاء الله وغادي يكون لا فيكتوار ديما نهضة بركان هذوك الناس تيبان لي شوية فهمتيني عندهم واحد العقلية بوحدهم تياخذوا واحد القرارات وتيبغيو يطبقوا على شي امور اللي هي بعيدة على الكرة وبعيدة شوف شي حاجه ديال السياسه راه كتبقى سياسه فهمتيني الناس جايين يلعبوا معاكم الكره غادي يمشيو بحال هكا بون فينال كتبغيو تخلقوا الفتنه كتبغيو تخلقوا المشاكل كتبغيو تخلقوا البوز شوف حنا بالنسبه لنا حنا المشاكل كل حنا ما عندناش معكم المشكل كنتوما خاص نتوما كتبغيو تقلبوا على المشكل باش الناس تبقى تهضر على هذا الشيء دونك خرجوا من روسكم شوفوا اشنو علاش كتقلبوا بالعربي تعرف شنو واش بغيتوا من عندنا حنا حنا ما كنأذيوكم ما والو ما تنهضروا فيكم ما والو عاطينكم ثقه كتبقاو تهضروا علينا بالسوء كتبقاو تهضروا علينا بشي امور اللي هي غير قانونيه حنا ما نوصلش معاكم داكشي اللي ما توصلوا ليه حنا صراحه حنا عندنا واحد العقليه زوينه لدرجه ان اللاعبين مشاو باش يلعبوا المقابله ويجوا بحالاتهم باش تعاملوا معاهم بديك الطريقه وبديك الاستهزائيه كنظن هنا كاين واحد النقطه وعلامه استفهام كبيره ولكن ان شاء الله باذن الله حنا غادي نديروا الاجراءات ديالنا وغادي نتابعوا القانون وغادي نستقبل ان شاء الله حقيقه كرويا ما خصش يكون المشاكل السياسيه خص نخليو السياسه ابار على الكره وهادشي ما خصوش يدار زعما انا متاكد بلي القرار ديال الكاف غادي ينصف ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.